الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. جبت لكم فيه وصفة خفيفة طريفة وبنينة وسهلة في دقائق نديروها. جبت لكم الكبدة تاع الدجاج، تشملوها بالثوم، نحتاجها التوابل والثوم والزيت ومعدنوس نحطوه للتزيين. نروحوا لطريقة التحضير. بسم الله، نحطوا المقلة تاعنا، حطوا المقلة تاعنا على النار، نحطوا فيها الزيت، حطوا الثوم حسب الكمية تاعك. ديري انا درت هنايا جوج سنات ولا ثلاثة. شوي حمار هكذا، بس مغطى كبيرة حمار. زيتو لها الكركم، تجي بنينة بالكركم، شوي كركم هكذا، شوية فلفل أسود هكذا. زيدي حطي فلفل أسود كمية هكذا، حطوا شوية ملح هكذا، خليو هادو في بعضها مليح. طلق الثوم مليح، الثوم الزيت هذاك، ويتخلط الكركم هذاك والفلفل. تحبوا اللي يحب كمون يحط شوي كمون. حطوا الكبدة تاعنا، نغسلوها نظفوها نقصوها مكعبات ونحطوها مع هذه التوابل والثوم. خلي الكبدة تاعي هذه تتقلالي حتى تتقلالي مليح ونرجع لكم. بعد ما تشوفي الكبدة تاعك تشربلات مع الثوم والتوابل هذوك اللي حطينا تقلال دخلها الطياب، زيدي حطي لها معدنوس، حطي كمية لاباس بيها تاع المعدنوس، حبكيها مليح. دركا هنا نعتها لكم في صحن التقديم، الطبق تاعي وجدت ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هاي الشرمولة تاعي جاهزة تاع الكبدة تاع الدجاج، تجي رائعة، تجي لذيذة. درتها بلا طماطم، درت لها الحمار برك، تجي رائعة على الكيف، تجي بنينة. نتمنى ان شاء الله تجربوها، حطوا لها زيت وحطوا لها على الوجه المعدنوس، شوي معدنوس. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة مع فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.